مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفهرس الذي يسري في حلقاته الأخيرة. غدا إن شاء الله الحلقة الأخيرة التي تنتهي مع نهاية فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 23. نرحب كذلك بزميلنا يعقوب الذي يمدنا دائما بأجمل المعلومات وأروع اللقاءات والأسئلة مع شخصيات موجودة بالمعرض. مساء الورد يعقوب. مساء الورد دكتورة لك، ومساء الورد لجميع متابعي الفهرس الذي ننقل من خلاله هذا الرصد الحي والمباشر للفعاليات والأحداث التي تجري هنا في معرض مسقط الدولي للكتاب. الصورة تتحدث من خلفي عن الحضور والزحام الشديد الذي يحدث الآن في اليوم قبل الأخير، وهذا هو متوقع في اليوم الأخير في الغد إن شاء الله. نقطة فقط أضيفها، وهي أن الإحصائيات من الجهة الرسمية المشرفة على المعرض أشارت إلى أن عدد زوار المعرض حتى نهاية فبراير 28 فبراير وصل إلى 737,550 زائر طوال تلك الأيام، عدا الأيام الثلاثة التي تبقت من شهر مارس الذي بدأ، وستقتطع منه ثلاثة أيام ستكون هي الأيام التي يكون المعرض مفتوحا فيها، وفي الغد كما ذكرت لك الختام دكتورة. ونستكمل معكم حلقة الليلة بإذن الله تعالى التي هي حلقة استثنائية. كل ضيوفنا لهذه الليلة من النساء، نساء المبدعات المعطاءات خلف كثير من المؤسسات الموجودة هنا اليوم وتشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 23. عدد من النساء الرائعات الطموحات حتى تتعرفوا عليهم عن قرب وعن مشاركاتهم ومساهماتهم. بعد قليل بإذن الله نلتقي مع إحداهن. فاصل ونعود إليكم. أيام أوشك على أن يكتمل عقدها فتطوي معها الصفحة 23 من ميلاد معرض مسقط الدولي للكتاب، محفل جمع الكتاب ومؤلفه بالقارئ على اختلاف قراءاته. معرض مسقط بيعتبر حدث ثقافي عربي بنقعد كل سنة في انتظاره، ونبقى سعداء أول ما بيجينا الموافقة إن احنا اتقابلنا في معرض مسقط للكتاب. اولا ان في اهتمام اعلامي بالمعرض، لما واحد وزاره التربيه والتعليم هي الداعم الاساسي للمعرض، ان هي بتبعت مدارسها من كل محافظات ومناطق السلطنه للمعرض، فبتعمل اثراء لحركه البيع في المعرض، وده بيعود بالنفع على الناشرين اللي بيبقوا جاي وعلى امل ان هو يرجع محقق ربحيه من كتبه الجديده اللي هي بتبقى دايما بدايتها معرض القاهرة ثم معرض مسقط. بشكل سنوي ينتظر البعض معارض الكتب لتكون محطتهم للتزود بمجلدات ترافقهم على مدار العام، مخصصين ميزانية الشراء وفق احتياجهم. هذا العام يرى القائمون على دور النشر أن الأوضاع الاقتصادية السائدة انعكست على القوة الشرائية. أنا أعزو لأسباب وجهة نظري للعامل الاقتصادي العام الحالي في بشكل عام حتى في البلاد كلها، لأنه حتى القوة الشرائية سواء كانت على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات هي أقل من الأعوام الماضية.
هذه دليل على انه الاشياء العام، الوضع الاقتصادي العام بدا انه كل شيء بالارتفاع، وانه يعني الضغط على الموارد الشخص نفسه، فبالتالي يعني ايش اللي ممكن انه يقلصه؟ الجانب الكتب والثقافه هي اول شيء ممكن انه الواحد، لانه ما يعتبرونها من الاساسيات. يعني المواطن في كل بلد حس ان في ضغط وعبء اقتصادي عليه، فبقى الكتاب بالنسبة له مش حاجة أساسية، فبيبقى إنه مش حاجة أساسية وبيعتبره جزء من الترفيه أو جزء من الإضافات اللي على حياته، فممكن ما يهتمش هو يشتري كتاب. تعدد دور النشر واتساع قائمة الخيارات أمام القارئ ربما تسهم هي الأخرى فيما تشهده بعض دور النشر من ضعف في الإقبال. عشرة أيام وضعت الناشرة أمام تحدي تلبية احتياجات القارئ، ووضعت القارئ أمام كم هائل من الكتب، لتبقى قيمة الكتاب تحددها السطور التي خطها المؤلف بين صفحاته. انتصار بنت حبيب الشبلية لبرنامج الفهرس. هناك لحظة تمعن قبل القيام بأي شيء، إن السبيل الراسخ إلى الازدهار الدائم هو حيث الأعمال تنسجم بالقيم، لأن الابتكار الحقيقي بدأ بالقيم التي وهبنا الله إياها على مدى 14 قرناً. بنك نزوة، حلول مصرفية ذكية وواعية للجميع. عدنا إليكم مشاهدينا لنبدأ حلقة الليلة ونبدأ في لقاءاتنا وحواراتنا لهذه الحلقة، وهي مثل ما قلنا في البداية إنها عن المرأة، لذلك أنا بتشوفوني شوية اليوم يعني مستعدة كثير عشان أتكلم عن المرأة. من النساء فعلا المثقفات الرائعات التي يقفن خلف هذه المؤسسات الثقافية واللي لهن دور كبير في إمداد الثقافة العمانية والعربية بكثير من الإبداع. من هؤلاء النساء امرأة كاتبة وصحفية من سوريا من دمشق تزور السلطنة لأول مرة، وهي ضيفة على معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 23. هذه الصحفية لها كتابات عن إعلام الحرب اللبنانية والأسيرات الفلسطينيات في سجون العدو وعن المخيمات الفلسطينية في لبنان. هي أيضا تعمل في جنيف كصحفية مستقلة مختصة في شؤون المنظمات الدولية في جنيف. نرحب بالأستاذة الكاتبة والإعلامية رولا عبد الله الأحمد. أهلا وسهلا بك رولا. أشكركم بداية على هذه الاستضافة الكريمة، وحقيقة دهشت بهالأداء العالي المستوى في سلطنة عمان، الأداء الثقافي تحديدا، لأني يعني أضيف أنا تركت جنيف وعدت عائدة خلفا إلى بلادي في هذه الظروف، لأن بلادي هي حضارة وعمان حضارة عريقة، هي أساس التراث اللامادي الشفوي الذي يتغنى به الكون كله. فحقيقة أداء عالي المستوى، وهي ليست أبداً لا محابات ولا مجاملة. شكراً. العتب صغير جداً لكنه أمنية وليس عتباً، أريد أن يعرف العالم كله عن عمان. شكراً لك. عن هذه الحضارة، يعني التواضع الذي تمارسونه جميل جداً، لكن حقيقة مجحف في حقنا. مجحف جدا. نعم. يعني آسفة سأتطرق قليلا. نعم. أنا عشت في الغرب، الغرب ليس لديه 1/10,000 مما تملكون، وهو يتبجح بما لديه لكنه مقنع. وأنا الآن أكتب بشأن الثقافي وأسعى وراء يعني نشر المعرفة ما استطعت إليها سبيلا، يعني مع العالم العربي، حتى نمد جسور التواصل بين حضارة بلاد الشام وحضارة عمان. أحسنتي. عمان. رولا، أنت ذكرت أنها أول زيارة لك،
إيش من خلال زيارتك الأولى أبهرك عن عمان أو عن مسقط بأنك زرتي مسقط فقط وعن معرض الكتاب؟ حقيقة إذا سمحت لي بهذا التعبير إنها ليست أول زيارة، أنا زرت عمان عبر القراءة، وكنت منذ كان عمري 17 عاماً قرأت أول رواية عن صلالة. نعم. وقرأت عن ظفار عن طريق الكاتب المصري صنع الله إبراهيم. نعم. وقرأت عن الكثير الكثير من السندباد البحري إلى البحارة العمانيون، والفرق بين عندما تنقلين مع تجارتك عبر البحر أن تكوني صلة وصل بين الشعوب عن طريق البحر ونتقل هذا التراث مشافهة عبر الحكاية، هذا تراث راسخ. فهذه كانت زيارتي المستمرة لعمان عبر القراءة. لذلك بما أنك تحتفين بالمرأة، أرجو من الأمهات، صحيح أنا لست أماً لكني أماً لكثير من الأطفال والشباب وهم أصدقائي، الأمة لا تعني فقط الإنجاب، الأمة نعم. تعني التربية. وأنا أكون من الشاكرات لأنهن ليسوا نصف المجتمع فحسب، إنهم كل المجتمع، لأن حقيقة يلتقط الطفل والشاب من أمه ما لا يستطيع التقاطه من أي حد. لذلك رب العالمين حباها عن جميع الكائنات والخلق وعطاها الدور الأول. لذلك أتمنى عليهن أن يسعين وراء أو أن يتبهن للتهديد الثقافي الذي يتعرض له أبنائهن عن طريق اللوح الإلكتروني وكل وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنا لا أبتعد عن الموضوع. أعود للغرب، لا أعيش عقدته أبداً، لكنه صنع عن طريق العالم الافتراضي ما فتن به شبابنا، وهو ليس حقيقة أبداً، بدليل أن المهاجر من بلادنا التي تعيش الحنان والحب والتعاضد الأسري، نعم لدينا مشاكل ولدينا مشاكل أسرية وهذا طبيعي، هذا ملح الحياة، لكن في أوروبا لا يربط الأم بابنها العلاقة إلا المادية، إذا كان هناك مصلحة نعم تربطهم المصالح المادية، تربطهم المصالح، لكنهم مصرون منذ الطفولة على العمل. العمل قيمة كبيرة لدى الطفل. نعم. القراءة إصرار شديد، هم يصدرون لنا هذه المعرفة البخسة أو الممسوخة. نعم. عننا، فلماذا نحن مقصرون في أن نصدر عن أنفسنا وأن نكتب عن أنفسنا ونحن أول الملامين أو الملامون الصحفيون حقيقي. الإعلاميون يقولون أن الإعلام هو السلطة الرابعة، أبداً، بات اليوم السلطة الأولى حقيقة، وهو المرآة المعبرة عن أي مجتمع من المجتمعات حقيقة. فعلاً. أنا أريد أن أذكر مثال وأوجهه للأمهات أولاً ولكل القيمين على الحقل الثقافي. أعتب على الأم العربية، أو إذا استطعنا قبول هذا التعبير على العرب كافة، أن الثقافة في الدرجة في الرتبة الأخيرة من الاهتمامات. نعم. والتمويل وغيرها، بينما في بريطانيا تمول المؤسسات المعرفة ومؤسسات الدراسات من القصر الملكي مباشرة وغير مسموح المساس بموازنة البي بي سي. خرجوا من الأرض كاستعمار مباشر، لكنهم دخلوا عبر الثقافة. صحيح. من الشباك، وأنت تعرفين كإعلامية صحيح. أن البي بي سي تنشر ب 22 لغة. نعم. وأتمنى أن أرى عمان يوما إن شاء الله. تصدر عنها الإعلام ب 22 لغة، وأولها اللغة العربية، لأنها هي أصل حضارة المكان. نعم. في هذا المكان رولا، بما أن احنا نتكلم عن المرأة اليوم، ما هو رأيك بالدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المرأة في نقل الثقافة، في نشر الثقافة، في تطوير الثقافة؟ سيدتي، أنا مع الرقابة، أنا مع الرقابة على الطفل. الطفل مسؤولية معطاة للأم. الطفل ليس إنجابا فحسب، يجب، قلت لك بين قوسين، أنا حقيقة حزنت واكتئبت حين رأيت مدارسهم في الغرب يدرسون ثقافتنا على طريقتهم طبعا، ويشوهون صورنا، لكن يجبرون الطفل جبرا
أن عليه في كل أسبوع أن يأخذ كتاباً من المكتبة في الروضة في سن 4 سنوات، ويجبرون الأهل أن يتابعوا أن يقرأ هذا الطفل. نعم. ويعود ليعطي خلاصة مكتوبة. نعم. عن ما قرأه منذ الروضة بالفعل، ولا يحابيهم في هذه المسألة أبداً. لذلك حتى الآن تبدأ الصحافة العربية وغيرها بالقول أنه لا أهمية، بما أننا في معرض الكتاب، لا أهمية للمطبوعة، العالم للعالم الرقمي. لا، ليس صحيحا. الأثر الحقيقي هو الأثر المكتوب، هذا الأثر شفاهي، ممكن عبر زر إغلاق الإنترنت أن يمحى كل ما نشر عبره، وأنت تعرفين كإعلامية، والمخطوط هو الباقي، الباقي للكتابة وللمطبوع. في اليابان أريد أن أضرب لك مثل صغير، اطلعت على مقالة أحزنتني كثيرا منذ أشهر، نشرتها أحد الصحف في طوكيو. طوكيو أنت تعرفين أنها تستطيع أن تقفي في الشارع وتلتقطي أي أخبار عن طريق الهولوغرام أو عن طريق موقف الباص. كانت صحيفة طوكيو تطبع 700,000 عدد في اليوم. اليوم وبعد كل هذا الانتشار الإلكتروني إنها تطبع، أخذوا قرار بطباعة 7 ملايين نسخة في اليوم. فقالوا عنوان المقال خبز اليابانيين اليومي الصحيفة. نعم نعم. رولا، كتبت كثير عن الأسيرات الفلسطينيات. نعم. والتقيت بالكثير منهم في السجون. نعم. كلمينا عن هذا الشيء. حقيقة هذا أمر يثير الحزن وبنفس الوقت يثير الفخر. نعم. والإعلام مقصر كثيرا في لقائهن، لأنهم بعد خروج من الأسر، مثل الأسيرة سهاب شارة وهي لبنانية، حاربت من أجل فلسطين وليس جنوب لبنان فقط. الأسيرة المحررة، مثل أحد الأسيرات التي الآن على استقطبهم التلفزيون الفرنسي ولم يستقطبهم أي إعلام عربي. خرجنا بعد التعذيب بالكهرباء والمنع من رؤية الأهل، خرجنا شبه منفصمات عن الواقع. للأسف لم تتلقاهم أي دولة عربية، حتى دولتهم، لا فلسطين ولا لبنان، تلقتهم سويسرا وأعادت تأهيلهم، وهذا ليست مشكورة سويسرا، كان لها غرض من هذا الكلام. نعم. أن تستعرض عضلاتها في الحقل الإنساني المقنع حتى تخفي ما فعله الصهاينة من تعذيب يومي في الكهرباء. تجربة صغيرة، الأسيرة سهاب شارة كانت زنزانتها متر في مترين، عاشت فيها 10 سنوات، كانت تتسلق الجدران للتريض وهي تدرس الهندسة في الرياضيات. لديها إرادة لا يمكن لإنسان أن إلا المؤمن بوطنه أن يتمتع بهذا. مع ذلك استمرت. فمشاكلنا صغيرة جدا جدا أمام آلامهم، مقارنة بمشاهدة أخريات. صحيح. ومع ذلك تجدين عندها تفاؤلا. سهى وجميع أترابها من الأسيرات واللواتي لازلنا في الأسر. أريد أن أتحدث أيضا عن أم ليست أما، اسمها أم جبر وشاح، لديها ابن. كانت تذهب إلى السجون لترعى جميع الأسيرات وتمدهن بما يحتاجن إليه من طعام وكتب وأوراق، وكانت تهرب لهم عبر بزر الزيتون، تبقى من بزر الزيتون ليشغلنا أو حتى لا يصبنا بالانهيار العصبي. فكانت أم جبر وشاح أم، هذا دور الأم. ألم تسعي إلى إصدار كتاب؟ نعم، ساعدتها في تحرير كتابها عن المقاومة، وكانت تسعى. نعم، سعينا لإصدار كتاب عن سهى وغيرها. هناك الكثير من الأسيرات المنسيات، ولازلنا لا يتبجحن، ومارسنا التواضع، لكن تجربتهن تفوق تجربة جميلة بحيري، تفوق تجارب كثيرة، وسعين، لكن الإعلام الغربي يمنعهن ويمارس بشكل مستمر، رغم أنه أعطاهن اللجوء حتى لا يتكلمن عن شكل التعذيب المهين
نحن نعرف أن هناك له. أغراض أخرى نعم. لهم مقارب أخرى نعم مقنعة بقناع الإنسانية نعم. وهم آخر بشر عن الإنسانية. شكرا جزيلا حبيبتي. الكاتبة والإعلامية السورية رولا عبدالله الأحمد، شكرا جزيلا، أمتعتينا وسعدنا بلقائك اليوم معنا. كلمة أخيرة، شكرا لعمان، وأتمنى أن أرى عمان في رأس الهرم الثقافي العربي لأنها تستحق ذلك، وأتمنى أن نمد جسر من المعرفة والتواصل المستمر بين بلاد الشام، أرض الشام دمشق، وهي تقرئكم سلامها. شكرا جزيلا، شكرا، ولك كل السلام والمحبة. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى يعقوب وضيف آخر بين جنبات هذا المعرض. أهلا بك دكتورة، فعلا موضوع شيق أن يرتبط الأثر الذي يتركه معرض مسقط دول الكتاب أو أي معرض آخر على القراء، تنمية القراءة لديهم واستمرار ذلك فيما بعد كأثر دائم يحدثه ذلك في ذاك الإنسان الذي قصد هذا الحدث وهذه الفعالية في أي مكان جرت، سواء في عمان أو حتى في بلدان خليجية أخرى. معي في هذه الوقفة كاتبة هي أسماء بنت عبد الكريم العوضي من دولة الكويت، وقعت إصدارها قبل قليل والذي يحمل أما آن الأوان. أستاذة أسماء أهلا بك. أهلا فيكم وشكرا لكم هذه الاستضافة الصراحة، وأمانة سعيدة بتواجدي في مسقط في عمان، صراحة شعب طيب، وشكرا لكم هذه الاستضافة. أكيد في بلدك والكل أهلك هنا. أستاذة أسماء، لو استطيعين المشاهد في صورة أما آن الأوان والإصدار الذي وقعتي فيها السنة الماضية والذي حمل عنوان 360 درجة في فنون التدريس الفذ. طبعا بالنسبة لكتاب أما آن الأوان وفنون التدريس الفذ، هذا لا فكرة والآخر لا فكرة. أنا أمانة في كتاباتي أحب أشرك الناس، ففنون التدريس الفذ كنت أنا دائما حريصة أني أنقل من الميدان أفكار معلمين كنوع من أنواع التحفيز، فكنت أستعرض خلال هذا الكتاب إبداعات المعلمين كنوع من التحفيز، وبالنسبة للمعلمين من الجانب الآخر هم يستفيدون من أفكار غيرهم. في كتاب أما أنا الأوان هم نفس الشيء، أنا دائما أحب أشرك القراء معي، كان عبارة عن سلسلة قصصية، ولكن هذه السلسلة القصصية كان هدف منها أني أنا أوصل النصيحة بطريقة حلوة بحيث أن الإنسان يتقبلها. نفس الشيء أشركت الناس في أنهم يعطوني قصة قصيرة جانب من حياتهم في عبرة ننقلها للناس. أستاذ أسماء، أنت مدربة في التنمية البشرية ويرتبط أيضا الإصدارات أو ترتبط الإصدارات اللي أصدرتيها بجانب مهم وهو التربية وبالتالي حب القراءة، وفي مؤشرات التنمية، مؤشرات التنمية العربية اللي يصدرها الـ UNDP واللي صدر عام 2011 أوضح على أن قراءة الإنسان العربي تستمر لست دقائق في السنة بأكملها، رقم يعني منخفض جدا. كيف لأحداث وفعاليات مثل هذه، معارض مسقط الكتاب أو غيرها من المعارض الأخرى، وأحداث أيضا ثقافية، أن تثري وتعزز من جانب القراءة لدى القارئ العربي؟ أمانة أنا أشوف، يعني أنا أول شيء قاعد أتكلم عن على مستوى معرض مسقط، قاعد أشوف ما شاء الله الحضور حلو، هذا مؤشر طيب أن الناس يعني بلشت، يعني يمكن أول ما كانت الناس يعني تشتري كتب وايد، أنا قاعد أشوف أن الحين الإقبال زاد. من وجهة نظري أن إخراج الكتاب يأثر تأثير كبير على القارئ، يعني المؤلف الذكي أو دار النشر الذكية هي اللي يكون إخراجها للكتاب بطريقة بحيث أن القارئ إذا مسك الكتاب ما يمل منه. يعني إحنا نقدر نقول نحن أمة إقراء، وللأسف الناس ابتعدت شوية عن القراءة، ولكن أنا قاعد أشوف، أنا نظرتي الحمد لله دائما إيجابية، قاعد أشوف الناس بلشت تبدأ تقرأ مرة ثانية، والفضل لذكاء بعض دور النشر في إخراج الكتب بطريقة تخلي القارئ ما يمل من هذه الكتب. طرق مبتكرة قصدي؟ نعم، طرق مبتكرة، طريقة في سرد المعلومة، طريقة في إخراج الكتاب بعد، ترى حتى نوع الخط يأثر. يلحظ في أي دورة من دورات معارض الكتاب سواء في مسقط أو غيرها من المعارض توقيع إصدارات جديدة وكثيرة خاصة من الكتاب، وهو أو نقدر نقول ظاهرة ازدياد الكتاب في الوسط الثقافي، هل هذه ظاهرة صحية أم لا؟ والله من وجهة نظري ظاهرة صحية، قولي ليش؟ ليش؟ طبعا ظاهرة صحية لأني أنا مؤمنة إيمان تام بأن القارئ الحين ذكي ما يروح يشتري أي شيء،
يعني ما ينتقي، يعني على قولتهم هو حريص على انه يدفع فلوسه في شنو. فانا عندي لما يزيد عدد الكتب او الاصدارات فصارت الارض خصبه ان القارئ يروح يختار الكتاب اللي هو يبيه. مثل يعني اذا يعني ابي اقارنها بشغله ثانيه مثل الاغاني وايد، ولكن كل مستمع لا يعني مطرب معين. نفس الشيء احنا خلونا نكون كتاب وايد وكل واحد يختار الكاتب اللي يبيه، بحيث ان احنا نخلي الناس تقبل على القراءه اكثر، مو شرط كل الناس تتوجه الى كاتب معين. فتنوع الكتاب او زياده عدد الكتاب من وجهه نظري تجذب القراء اكثر. سبق وانك قدمتي دوره بعنوان او ما زلت تقدمين دوره في دوره فن الكتابه، هل متوقع من الذي يدخل هذه الدوره ويحضرها ان مباشره يطلع ويصير كاتب مباشره، ونجد مثلا اصداراته في الدوره القادمه الدوره 24 معرض مسقط للكتاب مثلا؟ والله امانه قدمت الدوره هذه اكثر من مره. انا ما اقول لك اللي يطلع من هذه الدوره شرط انه هو يكون كاتب او مؤلف او يالف كتاب، ولكن كل اللي دشوا عندي هذه الدوره عندهم رغبه في التاليف. عطيتهم على قولتهم المفاتيح، شلون يبدا، شنو الاخطاء اللي قد تمر عليه، شلون يتجاوز هذه الاخطاء. يعني انا من وجهه نظري الانسان الذكي هو الانسان اللي يتعلم من اخطاء غيره فيختصر المسافه. فهذا كان باختصار الدوره، يعني تخليهم يتجاوزون مجموعه من العقبات اللي ممكن يواجهونها اذا هم دشوا في مجال التاليف. يعني هذه الدوره ما يدش فيها الا اي شخص يرغب في التاليف. سؤال أخير، إذا عرف السبب بطل العجب، ما هي أسباب وانخفاض القراءة لدى القارئ العربي أو ساعات القراءة أو أوقات القراءة لنقل؟ تشتت صار التكنولوجيا الحين، الناس وايد لجأت إلى السوشيال ميديا، هذا قام يخلي الشخص يعني يمكن يحب السوشيال ميديا أكثر، لعزوف بعض الناس عن القراءة. سبب ثاني الشخص نفسه، الإنسان اللي ما يخطط حق وقته، يعني حياته من الصبح لليل ويعني على الله عشوائي، مستحيل أنه يقرأ. أنا عندي أن كل شخص لو يحط في يومه 10 دقائق قراءة، يعني أنا أعتبره أنه هو يعني سوى خطوة إيجابية في حياته. إذا ما يبي كتاب عادي، صفحة في القرآن في اليوم تخليك يعني تبارك لك في يومك أمانة. أنا بدوري أشكرك أستاذة أسماء وأتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك وشاكرت لكم هذه الاستضافة. شكرا لك. إذا هذا كان حديثنا مع الكاتبة الكويتية التي وقعت إصدارها قبل قليل الأستاذة أسماء العواضي، وأنا بدوري أخذكم إلى الاستوديو وباقي فقرات الفهرس. شكرا جزيلا لك يوسف وشكرا لضيفتك. استكمالا لمشهدنا هذه الليلة واحتفائنا بالمرأة العمانية والأم، ضيفتنا التالية هي إحدى النساء العمانيات التي يصلن ويجلن في أروقة هذا المعرض منذ الصباح وحتى يغلق المعرض أبوابه عند الساعة 10 مساء. تشرف على فعالية الركن الذي يقدم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية. فتاة تقف جنبا إلى جنب زملائها حتى يؤدي الركن دوره كما يجب. معنا أسماء بنت عبد الله القطيبي، أخصائية أنشطة وفعاليات ببيت الزبير. مساء الخير أسماء. مساء النور، أهلا وسهلا. أسعد جدا لما ألتقي بفتيات مثلك، بنساء عمانيات مبهرات، ويعني يشاركنا الرجل العماني في كل فعالية وموجودات دائما مبتسمات دائما معطاءات. أسعد جدا. وأنا أيضا سعيدة جدا، ويعني مثل أمثالك نفتخر فيهم. الله يحفظك تسلمي. انتهيت أمس من فعاليات بيت الزبير، كيف تقيمي إقبال الناس على الركن بيت الزبير؟ هذه كانت المشاركة الثانية لنا. نعم. بيت الزبير في معرض الكتاب، الحمد لله كان الإقبال جدا كبير في الركن، حتى أكبر من توقعاتنا وأكثر من السنة الماضية. وأيضا الشيء اللي كان يجذب هذا السنة يعني بالنسبة لنا كان شيء جدا مفرح، هو تفاعل الناس في المداخلات والحوارات والأسئلة اللي طرحوها على ضيوفنا اللي كانوا معنا في المعرض، فالحمد لله كان الإقبال كبير. من خلال الناس اللي يزوروا الركن، إيش أبرز الأشياء اللي عطتكم ردود فعل إن أنتوا بتكون من ضمن فعالياتكم العام القادم؟ في بعض نحن طبعا عملنا عدة يعني عدة فعاليات. نعم. في ركننا
في الفعاليات المسائية كانت المواضيع اللي يمكن تناولناها شوية دسمة، كان الارتجال في الموسيقى العربية كان عدة أيام تناولنا هذا الموضوع، وأيضا كان عن مستقبل العلوم. لاحظنا في فعالية مستقبل العلوم أن في بعض المواضيع تحتاج لأكثر من ندوة أو يوم أو يومين. نعم. فكان بعض الناس يطالبوا منا بأن نعمل يعني أكثر في بيت الزبير كندوات أو مؤتمر، أو يعني نتوسع في الحديث عن هذه المواضيع اللي تناولناها. بما أنك أسماء تعيشين المعرض من بداية إلى آخر، يعني كيف تشاهدين مشاركة المرأة العمانية في هذا المعرض، خاصة في المؤسسات الثقافية كبيت الزبير، النادي الثقافي، اللجنة الوطنية للشباب؟ يعني أنا محاطة بمجموعة من الأركان الموجودة، أرى فيهم الفتاة العمانية موجودة بكثرة، يعني فعلا يعني جنبا إلى جنب مع الشباب، يكاد تتغلب عليهم أحيانا أحيانا يكاد يكون العدد متساوي يعني بين الشباب والبنات، وهذا أكيد شيء مفرح. أيضا حتى لما تتجولي في المعرض الأمهات مثلا في أماكن بيع كتب الأطفال، اهتمامهم مع أزواجهم باختيار الكتاب المناسب لأطفالهم، قالهم في البنات اللي اختاروا الكتب، يعني إقبال جيد جدا من المرأة، وهذا الشيء يسعد ويفرح كثير. إحنا نتكلم دائما أسماء إنه الإنسان كتاب متحرك متنقل، هو أصلا وجوده ممكن ينقل المعرفة للآخرين كما يعمل الكتاب على نقل المعرفة للآخرين. لو كانت أسماء كتاب، فما هو الفصل الأجمل اللي تود نقله لأبنائها في المستقبل من كتاب من حياتها؟ أتمنى أن يجدوا في أمهم أنها قارئة جيدة. أتمنى يعني هذا الشيء اللي يأخذوه مني، لأني أنا منذ الطفولة عشت في بيت يقرأوا فيه، علشان كذا أنا طلعت قارئة، فأتمنى أني أكون مثال يحتذى يعني به كقارئة جيدة بالنسبة لأبنائي على الأقل. إيش هو المشروع الثقافي اللي تود أسماء أنها تبرز فيه ويكون لها لمستها في المجال الثقافي في عمان؟ أنا ممتنة لأني أعمل في مؤسسة ثقافية، لأن هذا يتيح لي أني أنا أشارك لو بجزء بسيط بأني أكون جزء من المشهد الثقافي أو الوسط الثقافي هنا في عمان. فأتمنى أني أؤدي وظيفتي على أكمل وجه، أني أنا أكون مشاركة في صناعة الأفكار، في صنع الحدث الثقافي معنا. يعني إحنا اليوم في اليوم قبل الأخير أسماء من معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته 23، إيش اللي ما موجود في المعرض وكنت تتمني أن تكوني يكون موجود، وإيش اللي أبهرك أكثر شيء في معرض مسقط هذه السنة؟ الشيء اللي أتمنى يكون موجود صراحة من خلال ندوة اللي أمس اللي هو كان عن الترجمة، كان في نقاش كثير حول الترجمة وحركة الترجمة، أتمنت إن في يكون اهتمام أكبر ربما يعني من خلال بعض الفعاليات اللي هي تشجع على الترجمة، لأن نحن متوفر الكتاب اللي هو باللغة العربية بشكل كبير، لكن يمكن الكتاب المترجم يحتاج أكثر اهتمام، أكثر تعريف للقارئ، تقريبا من القارئ الترجمة معناها وأهميتها. هذا الموضوع اللي أتمنى أنه يعني يكون له اهتمام أكبر بطريقة أو بأخرى، يعني من خلال فعاليات أو من خلال يعني برامج أو أيا يكن. يعني الشيء اللي أبهرني أنا فعلا يوميا منبهرة، لأن نحن يعني في مهرجان ثقافي هنا تشوف الناس تقرأ تشتري، فهذا الشيء يشعرش بنوع من الرضا من السرور والفرح. إيش اللي ممكن تضيفوه لمشاركة بيت الزبير السنة الجاية إن شاء الله اللي إحنا ممكن نشوفها؟ أنتوا تنتقوا دائما تجلسوا جنب التلفزيون. إيش السنة الجاية اللي بنشوفه ببيت الزبير؟ يعني هذه السنة أنا أقول لك الصدق أبهرت بالموضوع الموسيقى، الاهتمام بالموسيقى والفعاليات اللي أقيمت عن الموسيقى. السنة الجاية إيش ممكن الجديد اللي ممكن يبهرنا به بيت الزبير؟ أول شيء راح نحرص أن نكون جنبكم. نحن نحاول أن نجمع بين الجانب النظري والعملي هنا في المعرض، لأن أو الجانب التطبيقي، لأن هنا الناس جاية تشتري وجاية تشوف الفعاليات، فما تريد شيء يعني مادة دسمة كثير وثقيلة. مثلا مثل الموسيقى مثل ما شفتي كان في عندنا جانب نظري وجانب تطبيق للموسيقى وقريب من القلب، فإن شاء الله نتمنى يعني أن نقدم شيء أفضل ويرضي ذائقة الناس اللي موجودة. أسماء شكرا جزيلا لك، استمتعت بالتواصل معك واستمتعت بالحديث، وروحك جميلة جدا جدا جدا، ضلي عليها. مشاهدينا الأعزاء نخرج إلى فاصل ثم نستقبل فتاة أخرى، امرأة في مستقبل حياتها.
مشاهدي الأعزاء، لو تعلمون كيف يضج هذا المكان بإشعاع الجمال والروعة من مختلف الضيفات التي أقبلنا على هذا الكرسي وجلسنا، لكن ضيفتي أشعت جمالا غير عادي بهذا المكان. أنا سعيدة جدا بمقابلتك اليوم. أقدر لك ذلك، وأنا أسعد في استضافتكم لي لهذا البرنامج الذي يفعم بالروعة والإبداع بمعنى الكلمة حرفيا. لن أقول عنها طفلة، ريناد بنت صالح البلوشية عمرها 13 سنة. في الحقيقة 14 سنة لكنها كبيرة بثقافتها، لا تتحدث إلا باللغة العربية الفصحى. ارتبطت بالعلم وحب المعرفة منذ صغرها، احتضنها عالم القراءة المفضل والكتاب خير جليس لها. حصلت على مراكز متقدمة في سرد القصص والشعر والتلخيص. أهلا بك ريناد. أهلا بك مجددا يا مقدمة البرنامج الرائعة. الله. إذا لنبدأ بسؤال الأول. تسأليني إيش رأيك نسوي يعني عكسي، أنت تكون المذيعة وأنا أكون اليوم ستكون فكرة رائعة حقا. في البداية أنا أعرف أنك بدأتي في حب القراءة من وانت عمرك تقريبا 5 سنوات. بالضبط. إيش الدافع اللي جعلك أنت كطفلة تحب القراءة؟ دور الوالدين، أنت بنفسك كان عندك هذا الدافع؟ إيش الدافع الكبير اللي كان لها؟ في الحقيقة إنها سأسرد هذا الدافع أو هذا السؤال أو إجابتي ستكون عن طريق قصة. حينما كنت في 5 من عمري كنت أتجول في أزقة المنزل، حيث أنني لمحت أبي في مكتبته يقرأ كتابا وبيده كوب من القهوة في مكتبته بين أحضان الكتب الرائعة التي تفعم بالأوعية من المعلومات الكثيفة. حينها اطلعت إليه ونظرت إليه وكانت في فكري تساؤلات عدة. ماذا يقرأ؟ ما هذا الأمر الذي بيده؟ ما هذا الشيء الذي بيده؟ هل له أهمية كبيرة في العالم وفي الفكر العربي المستنير أو فكر الغربي بمعنى آخر أو الفكر العربي أو بالفكر العام بشكل أوضح؟ كانت تراودني أسئلة، ماذا يقرأ؟ كمثل الأسئلة التي أخبرتك إياها مسبقا. حينها لم تكن لدي الجرأة كي أسأله ماذا تقرأ وما هذا الشيء الذي بيدك، فذهبت لأمي حيث أنني في طريقي حينما كنت أبحث عنها رأيتها في حديقة المنزل غارقة بأوراقها تكتب وبين أحضان الأشجار. فاطلعت طبعا، كانت في مخيلتي فكرة أو بالأحرى وميض يقول لي بأن يجب أن تسألي، يجب أن تعرفي ما هذا الشيء، هل هذا المقود إلى العالم الآخر؟ هل هذا هو الشيء الذي يطور العالم وينميه؟ فسألتها يا أمي ما هذا الشيء الذي بيدكم؟ لماذا؟ هل له أهمية كبرى أو أهمية عالية؟ فقالت لي يا ابنتي إن القراءة هي مفتاحك للعالم الأوضح، للعالم الذي تكمن به المعرفة بشكل أكبر وبشكل أوضح وبشكل أفهم. فلقد دارت بيننا حوارات عديدة، وهذه هي القصة باختصار شديد. أروع شيء كان الاختصار. ريناد، إيش اللي يجذبك في الكتب وإيش أكثر المجالات اللي تقرأي فيها؟ في الحقيقة لدي قراءات في مجالات عدة، وأهم قراءاتي في مجال الفلسفة وفي مجال التصوف وفي مجال علم النفس، بما أنني مهتمة بعلم النفس والفلسفة الغربية. أنت تعرفي طبعاً دكتورة فاطمة العليان. نعم بالطبع، فلها فضل كبير في وجودي هنا وباستضافتكم لهذا البرنامج الرائع. دكتورة فاطمة العليان من المعجبين بك، وأنت تمشين على نفس خطاها. نعم دكتورة. نعم. فاطمة لا تتكلم إلا باللغة العربية الفصحى. نعم أعلم ذلك، ولقد تفاجأت بأن رأيت أحدا مثلي، لقد شعرت بأنها توأم روحي التي كنت أبحث عنها بالفعل. ريناد، هل تحرمك الاهتمام بالثقافة والبحث عن القراءة دائما والبحث عن المعلومات بما أنك تعيشي طفولتك وانت عمرك 14 سنة؟ لا أستطيع ربط الثقافة بأي عمر من الأعمار على حد سواء. الثقافة لا ترتبط بطفل، بشاب، بكبير وعجوز بالسن،
لا ترتبط بأي فئة من العمر، بل لا يمنعك عن التفاعل مع الآخرين، مع أصدقائك الذين في عمرك؟ لا أبدا، ليس لها دخل في هذا المجال. فعلاقات الاجتماعية والحمد لله والشكر لله إنها طبيعية، وبالكاد أنا أكاد أن أؤثر عليهم، وبدأوا محيطي في المدرسة يتحدثون العربية الفصحى، وسأذكر لك في السؤال القادم. حدثينا عن المسابقات التي اشتركت فيها ريناد. في البداية حينما كنت في 11 من عمري، لقد اكتشف في أبي موهبة التي هي طريقة سردي للقصص التي مفعمة بأسلوب التشويق لدى القارئ، والتي ترغمه على إكمال القراءة، وأيضا أسلوبي في التعبير الحدسي في كتاباتي. فلقد قرر أن يشاركني في مسابقة لسرد القصص، والحمد لله لقد فزت بالمركز الأول مع صغري بالسن بين المشاركين. حدثيني عن السؤال التي ستجيبيني عليه الحين، كيف ساهمتي في تثقيف أقرانك من الصغار؟ في الحقيقة لقد أصبح لي 3 سنوات في مدرستي الجديدة التي كانت العلاقات بها قليلا دنيئة، ولكن لقد متى تحسنت علاقاتي حينما كنت أتحدث معهم باللغة العربية الفصحى، ولا زلت أتحدث معهم باللغة العربية الفصحى، ولقد أثرت بهم تأثيرا إيجابيا حيث جعلتهم يتحدثون من العامية إلى العربية الفصيحة. لقد كنت من الأول، لا زلت من الأشخاص المؤثرين في المدرسة واعترفوا بي، حيث أنهم عندما كانوا ينتقدونني كنت لا أتراجع خطوات للخلف، بل أتقدم وأتقدم 10 ومليون خطوة للأمام كي أثبت لهم، لأن اللغة العربية هي اللغة المسيطرة على العالم، هي اللغة، لا أقصد بها أنها اللغة العريقة، اللغة التي تبعث في النفس روح لا أعلم كيف أعبر عن اللغة العربية، فلها قصائد ولها لا أعلم حقا. ريناد، يعني كيف ممكن تطور الثقافة والقراءة من المرأة بشكل عام، كيف ممكن يتطور هذا الجانب لديها من خلال قراءاتها، من خلال اهتمامها بتثقيف نفسها؟ حقيقة المرأة هي بشر كالعادة، ولا أفرق بين المرأة والرجل في الثقافة. الثقافة لا تقتصر في كتب مخصصة للمرأة وكتب مخصصة للرجل، فحديثك الآن يكمن في المرأة. نعم، في الحقيقة يجب الأم. وعلى سبيل المثال سأضرب مثالا الآن، ومثال واقعي بالفعل. أول مثال هي أمي. نعم. أمي هي سبب تواجدي هنا وسبب علوي بثقافتي هذه. أمي هي كاتبة وباحثة ورئيسة الآن، أو بالأحرى وزيرة التحرير في صحيفة شؤون عمانية الإلكترونية. بسببها أنا أزدهر بالثقافة العالية، وهي في الحقيقة لا 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 أعلم كيف أعبر، فإنها لا تقتصر بأن تكون لها تدخل بحب أبنائها لمواهب، فأخواني ليسوا مثلي. يعني تدعمكم أنتوا جميعا. نعم، على حسب ميولهم وعلى حسب فكرهم. نعم. فأنا كاتبة وفيلسوفة صغيرة، وأخي الأخي أصغر مني هو إلكتروني ومخترق عالمي، وأخي الأكبر ليس أكبر مني بل المتوسط هو يحب مجال الهندسة، فأمي تدعمهم. لا يقتصر أن تكون بالثقافة، لا يقتصر أن تكون في هدف واحد. وجهتهم إلى اتجاه معين، وإنما اهتماماتهم هم. نعم، اهتماماتهم هم وبطرق فكرهم وميولهم. ريناد، آخر سؤال في هذا العمر الصغير. نعم. أنا بعد ما رجعت روحي للأسف. أود إكمال المقابلة حقا. نعم. ريناد، في هذا العمر الصغير إحنا نتكلم عن أنه الإنسان كتاب متنقل. نعم. ينقل للآخرين ثقافته، ينقل للآخرين معلوماته، ينقل للآخرين اهتماماته. لو كانت ريناد كتاب، إيش الفصول اللي تريد تنقلها للآخرين من حياتها وأنت طبعا في بداية حياتك؟ الله يحفظك. أشكرك على ذلك. في الحقيقة بما أنني محبة ودرست في علم النفس، الأمر الوحيد والذي يجب أن أوصله للناس من أمور كثيرة وشتى المجالات، الأمر هو الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي المفتاح الوحيد للوصول إلى أعلى المراتب وأعلى الدرجات. الثقة بالنفس لولاها لا يوجد نجاح، لا يوجد
علوا بالثقافة والفكر أو عطاءات مثل ما قلتي. ريناد بن صالح البلوشية، شكرا لك، أنا فخورة جدا 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 باللقاء معك والتعرف عليك. أقدم لك جزيل الشكر على استضافتكم لي لهذا البرنامج الرائع، والذي يستضيف عد أشخاص وينمي من مواهبهم ويحفزهم على الاستمرار. شكرا إنه لحقا برنامج رائع، أتمنى أن تستمرون في إلقائه. شكرا جزيلا، تسلم ريناد. شكرا لكم مشاهدين، أنا استمتعت، ما أعرف أنتم استمتعتوا لكن أنا استمتعت فعلا باللقاء مع ريناد، ونشوف يعقوب من الضيف اللي معاه الحين. أهلا بك دكتورة، حوار شيق فعلا استمتعت فيه في الاستوديو مع ضيفتك الصغيرة والكبيرة عطان، وأنا بدوري أتوقف هنا في جولاتي التي أستمر فيها وأتنقل بين جنبات وزوايا المعرض، حيث اختتمت قبل قليل الأمسية الشعرية السعودية والتي كان ضيفاها الشاعرين السعوديين زكي سالم والأستاذ علي طاهر. أستاذ علي أهلا بك. حياك الله، أهلا ومرحبا. أستاذ زكي أهلا بك. أهلا وسهلا بكم وأهلا بعمان وتلفزيون عمان. أهلا بكم، أرحب فيكم وأكيد هذه بلدكم. أهمية التبادل الثقافي وانتشار فعاليات مثل هذه موجودة في معارض الكتب، يعني تتوافق أحيانا أحداث ثقافية فنية مصاحبة لفعاليات معرض الكتاب المتنقل بين عواصم خليجية وعربية. ما في شك أن معارض الكتب بحد ذاتها يعني تعتبر مساحات رائعة للتلاقي بواسطة الكتب أو بواسطة البشر، يعني الأفكار والأطروحات الثقافية العامة. لا شك أن المعرض الكتاب ليس فقط معرض كتاب، هو ندوات، هو لقاءات، هو أمسيات، هو نشاطات يلتقي فيها الكل، يعني كل المفكرين والناشطين والمثقفين يتبادلوا الآراء، يتبادلوا الخبرات، يتبادلوا الإنتاجات. ما في شك أن هذه اللقاءات تعمق الصلة بين المثقفين والمفكرين وتزيد اللحمة بيننا كأفراد في مجتمع واحد. أستاذ زكي، أهمية التبادل الثقافي والشعري وبين السلطنة والمملكة العربية السعودية. طبعا لا شك أن العلاقات بشكل عام الأخوية بين السلطنة وبين المملكة العربية السعودية هي علاقات قوية جدا ومتينة، ولا شك أن الثقافة والإبداع والشعر بكل نوعياته وبكل أطرافه هي خير من يوثق هذه العلاقات وخير من يؤطر هذه العلاقات بشكلها الصحيح وبشكلها الجميل. طبعا نحن الآن في معرض الكتاب، معرض الكتاب هو من أهم المنجزات ومن أهم الفعاليات التي توثق مثل هذه الصلات، بحيث تكون دور النشر من المملكة ومن عمان ومن جميع الوطن العربي لا شك أن لها دورا كبيرا في إثراء هذه العلاقات وهذه وتوثيق هذه الصلات أيضا. لو سألتك أستاذ زكي عن أهمية الصالونات الثقافية كنشاط شخصي لنقل من الحراك المجتمعي في دعم الشعراء، في دعم الأدباء إن كان هنا أو حتى في المملكة العربية السعودية، وطبعا أرجع إلى الأمسية والتي كانت باستضافة صالون فاطمة العليان، أهمية هذه الصالونات. هو عموما السؤال هنا ذو شقين، يعني شقين عن الصالونات بشكل عام والملتقيات ودورها في صقل المواهب وتجميع هذا المتناثر من الأدباء والشعراء. طبعا لها الدور الأكبر، وأنا لا أعتبرها يعني نوع من الشلالية السلبية، بل هي شلالية إيجابية في عملية أن تجمع هؤلاء الشعراء في بوتقة واحدة وفي ديوان واحد وفي مكان واحد، بحيث أنهم يتبادلون اللقاءات، يتبادلون المعلومات، هذا يعني يسمع لشعر هذا، هذا يلتقي بهذا، فتعمل عملها الرائع والجميل. أيضا يعني من ضمن أهدافها أو من ضمن
نتائجها مثل هذه الأمسية الليلة والتي كانت من قبل صالون الدكتورة فاطمة العلياني، يعني فعلا عملت جوا جميلا رائعا، حشدت هذا الجمهور المختلف نوعا الجميل في ذائقته وفي حبه للشعر والأدب، فأتاحت لنا هذه الفرصة. لا شك أن الملتقيات برسميها، نحن في المملكة لدينا النوادي الأدبية الرسمية وكذلك بعض الملتقيات الأهلية، وهذا الامتزاج وهذا التعاون بينهم يخلق صورة جميلة وفي النتيجة يخدم الشعر والأدب. أستاذ علي، أعود لك سؤال أخير، وهو معرض مسقط الدولي للكتاب بهذه الحلة الجديدة في هذا المكان الجديد، انطباعك له من خلال أنت وصلت للسلطنة أعتقد بالأمس، انطباعك العام عن المناشط الثقافية، وجود مدينة هي تمثل ضيفة شرف المعرض في كل سنة، وضيفة الشرف في هذا العام هي مدينة صلالة بتراثها وإرثها الثقافي الكبير، بالإضافة إلى دور النشر الكثيرة المشاركة في هذه الدورة. أنا في الواقع سعيد جدا من هذا المرة الأولى التي أحضر فيها معرض مسقط الدولي للكتاب، لكني يعني بهرت كثيرا بالمبنى، بكبر حجم المعرض، كثرة الدور الموجودة، كثرة الكتب المعروضة، أيضا الأنشطة المصاحبة في المعرض من ندوات وأمسيات وركن الأطفال والمناشط الأخرى. واقعا أنا مذهول جدا، وأقول بكل ثقة أن هذا المعرض من أكبر المعارض التي زرتها، ومن أكثر المعارض ثراء وانفتاحا أيضا على دور العرض وعلى المكتبات وعلى العناوين أيضا. حقيقة معرض كبير جدا، أعتقد أنه من أكبر المعارض الكتاب في الوطن العربي، لأني زرت يعني كثير منها. حقيقة معرض كبير، وأتمنى وأرجو أن يكبر أكثر ويتطور أكثر، وأن أزوره إن شاء الله مرات قادمة بإذن الله. بإذن الله زيارات قادمة لمرات ربما لفعاليات خاصة بمعرض الكتاب وحتى فعاليات ثقافية أخرى في السلطنة وفي مناطق متفرقة منها. أنا بدوري أشكركم أستاذ علي والأستاذ زكي، ونتمنى لكم الإقامة الطيبة في بلدكم الثاني عمان. شكرا لكم. لعمان جميعا. أعزائي المشاهدين، أنا أخذكم بدوري إلى فاصل، ثم نعود بعد ذلك لاستكمال برامج الفهرس. مشاهدينا الأعزاء، عدنا إليكم لنستكمل مزيدا من التألق النسائي الموجود في معرض مسقط الدولي للكتاب، وضيفتنا اليوم امرأة في مقتبل عمرها، شابة جميلة جدا، روائية وأصغر روائية في دولة قطر، دانا عبد الله العبيدلي، عمرها 17 عاما ولديها روايتان. مساء الخير دانا. مساء النور، يا هلا. أهلا وسهلا فيك في عمان. أهلا وسهلا. حدثينا عن بدايتك في الكتابة دانا. نشأت في الكتابة لما كنت في ثالث ابتدائي، بديت يوميات، تحولت لخواطر، تحولت إلى رواية الحمد لله. عندك روايتين دانا؟ صحيح. سميهم لي. الأولى ذكريات باقية،
الثانية عندما تستيقظ الأحلام. في عمرك الصغير هذا دانا وانت عمرك 17 عام وعندك ثانوية عامة، حدثينا عن الوقت كيف تحصلي وانت طالبة مرتبطة بالدراسة بكتابة الواجبات الوقت حتى تنتجي روايتان في هذا العمر؟ الوقت عامل جدا مهم، لكن في وايد ناس ما يعرفون شلون يضبطون الوقت، ما يعرفون شلون يستغلون الوقت بطريقة صحيحة. نعم، وهالشيء غلط. رغم اني ألفت روايتين بعد حرص دائما اني اكون من الاوائل في التعليم، لان هالشيء مهم، كل شيء له وقته. ما تتوقعي انه كتابة رواية يحتاج خبرات اكثر، يحتاج تجارب ليكي كشخص اكثر في الحياة؟ مو بشرط انا اكون وايد كبيرة عشان يكون عندي تجارب وذكريات. نعم، في وايد ناس كبار ما عندهم ذكريات. اما بالنسبة حق الثقافة، ممكن انا اكون اقرا من زمان، وما حد بينجح بدون ما يطيح، والفشل هو أول خطوة النجاح. إيش المهارات اللي نمتها دانا في نفسها عشان تقدر إنها تنتج رواية وتراهن على إنه الجمهور يحبها ويسعى إلى اقتنائها؟ الإنسان قبل كل شيء لازم يتحدى نفسه عشان يكون ناجح، لازم يشوف نفسه هو ولا يقارن نفسه بأحد، ولازم يبحث في المجال اللي هو يحبه. مثلا الكتابة، خلينا نتكلم عن الكتابة، لازم أنا أكون قارئة جيدة، فالكاتب الجيد قارئ جيد. فالقراءة نمت فيني وايد أشياء، خلتني أنا أحب الكتابة. الكتابة موهبة، الكتابة ليست فقط عشان إحنا بس نكتب، لا، إحنا لما نكتب إحنا ننقل شعور. عن ماذا تتحدث روايتينك دانا؟ روايتي الأولى تتحدث عن رحلتي للولايات المتحدة لما كان عمري تقريبا 15 سنة. سافرت مع ناس ما أعرفهم وبدون أهلي، وكنت في عمر صغير يعني، فكان بالنسبة لي تجربة فريدة من نوعها، وللولايات المتحدة وأول مرة في حياتي أروح، ف صادفت ناس ما أعرفهم. طبعاً دارت وايد أحداث، فهاللي شداني وخلاني أنا أبي أكتبها وأدونها وأخليها على مر السنين تبقى أثر وذكرى حلوة. والثانية؟ الثانية فيها من حياتي، تتحدث عن عائلة جداً مترابطة، سافر أبوهم يدرس برا، وسافروا له مرته وعياله الثلاثة القصر في إجازة الصيف، لكن للأسف إنه في السفر اختفوا الأبو، وبدت توصلهم رسائل تهديدات من منتصف الليل. من هالرسائل وش اللي كانت تحوي، وهل الأمل ما زال مستمر إن يحصن أبوهم ولا انقطع؟ يعني تشوقين لقراءة الرواية؟ شوق أكيد. دانا، إذا كانت حياة دانا رواية، إيش الجزء الجميل فيها؟ الإيمان بالنجاح، عدم اليأس، مبادئ دانا. مبادئ دانا هي أحلى جزء في حياة دانا، لأن كل ما أنكسر، كل ما أضعف، كل ما أنجح، كل شعور في الحياة يمر علي أرجع حق مبادئي أنا. هي تقويني، هي تضعفني، هي ترفعني، هي كل شيء. أنت دائما ذكرتي أن رواياتك جزء من حياتك، هل صحيح تحبين هذا الجانب في الكتاب الروائي أنك تكتبي كأنها سير ذاتية لدانا؟ أحب أكتب شيء أثر فيني، أحب أكتب شيء عشت فيه مشاعر عشان أنقل لهم مشاعر، مش مجرد كلام وسرد حكي. دانا كشخص، إيش المجالات اللي حب تقرأ فيها بعيد عن الرواية؟ جميع مجالات الحياة. أبرز الكتب اللي قرأتيها؟ يا بعده، قواعد العشق الأربعون، وايد قرأت كتب، أقوم وقيلة، يعني اللي أتذكرهم. أي كاتب مبتدئ دانا، الشباب اللي يحبوا الحين يكتبوا الرواية، إيش تنصحيهم؟ بإيش الطريقة اللي يمشوا فيه أو الطريقة اللي يمشوا فيه على أساس ينتجوا رواياتهم، اللي هي أصلاً في كثير من الشباب فعلاً عندهم الرغبة في عمل إنتاج رواية؟ كل شخص أسلوبه غير، كل شخص يحب يقرأ في مجالات غير، لكن أنا في يوم من الأيام في كاتب نصحني قال لي دانا لازم تقدرين في جميع مجالات الحياة، ما يصير تنحصرين فقط على عالم الرواية. وأنا عشان أكتب رواية محتاجة مثلاً والله أعرف في علم النفس، نعم، محتاجة مثلاً أعرف في الكيمياء، محتاجة أعرف في عدة معلومات، فأنا ما يصير بس أقرأ رواية وأقول أنا بستفيد منها. صحيح إحنا نطلع من الرواية بفائدة، لكن إحنا عشان نجمع هالرواية محتاجين معلومات في شتى مجالات الحياة. يقولوا أحياناً أنت عشان يعني نسمع الحين خاصة عندنا في البلد إنه في ورش كتابة الرواية، ورش كتابة النص المسرحي، ورش الكتابة القصص القصيرة. صحيح. فعلا أي واحد مبتدئ محتاج لهذه الورش حتى يتعلم منها؟ هو صح، احنا محتاجين، لان في اشياء احنا نجهلها. الكتابة مش فقط مقتصرة على القراءة وحسب، لا، في يعني لازم نتعلم أساسيات. اشياء في اساسيات، في يعني تكنيكس لازم احنا نكون نعرفهم عشان احنا نقدر نبدأ، عشان نكتب رواية صحيحة. هي ممكن تكون صحيحة المعلومات لكن خاطئة في الناس، خاطئة مثلا في وضع التعابير في أماكن غلط.
فهالورش تساعد على أن الشخص يتعلم فعلا. دانا، حدثينا عن المرأة القطرية ومدى مساهمتها في عالم الثقافة. للمرأة القطرية، أنا ما بقتصر فقط على المرأة القطرية، المرأة والرجل القطري قمت أشوف إقبال هالسنة، خصوصاً عقب ما افتتحت السادة عاش الكواري دار روزا، قمت أشوف إقبال وايد. كنا 22 كاتب وكاتبة قطرية، شفت إن في وايد مواهب، في وايد ناس كانوا ينطرون دور قطرية عشان إنه تتبنون وتتبناهم. نعم، فالشكر للسادة عاش صج على مساهمتها. جمعت 22 كاتب وكاتبة قطرية، وتقريبا أغلبنا نساء، ف يعني بتتبتع دور قطرية، وأشوف في إقبال. يعني في أنا كرواية الحين طلعت، في وايد بنات يكلموني دانا شلون نكتب، دانا احنا نحب نكتب، دانا ساعدينا، وكل شخص لما يساعد الثاني بننشئ إن شاء الله شيء حلو. أنت أول زيارة لك لعمان دانا؟ صحيح. كيف وجدتي معرض الكتاب؟ حلو، معرض الكتاب بشكل عام حلو، لأن أنا استمتع في هالمكان فأنا أشوف حلو. شكرا جزيلا. عفوا. دانا عبد الله العبيدلي. صحيح. أصغر روائية في قطر. صحيح. شكرا جزيلا لك دانا. عفوين. شكرا، استمتعنا بوجودك معنا وأضفتي مزيد من البهجة في هذا المكان. شكرا جزيلا. شكراً. لك شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدين الأعزاء، ننتقل إلى يعقوب وضيف آخر في جنبات المعرض. أهلا بك دكتورة، نعود للقاءاتنا التي نلتقي فيها الكتاب وكذلك دور النشر في هذه الدورة من معرض مسقط الدولي للكتاب. معنا كاتبة وقعت إصدارها قبل قليل وهي مريم سرحان. مريم أهلا بك. أهلا فيك مريم. لو تضعين المشاهد في صورة الإصدار الذي وقعتيه، العنوان ومحتوى. كتابي بعنوان لم أقل جزعا هو عبارة عن مقالات، واختصار هذه المقالات هو عبارة عن رسائل أوجهها للمجتمع. مضمون ونوع هذه الرسائل؟ رسائل عن أحداث في الحياة، عدم الفشل، الاهتمام بالنفس، كلها رسائل تحاكى واقع الحياة والمشاكل اللي تكون في المجتمع. مريم، هذا إصدارك الأول، منذ متى بدأت الكتابة؟ حقيقة أنا أكتب من 6 سنوات تقريبا، لكن فعليا أرى نفسي بدأت الكتابة مع أول مقال لي في جريدة عمان في أكتوبر 2015. تعتبرين 2015 انطلاقة لمريم؟ نعم، لأن طلع للجمهور. طيب لو قارنا بين أول كتاب أو أول مقال ظهر في 2015 وأول إصدار نزل في هذه النسخة من معرض مسقط الدولي للكتاب، فارق كبير. المقال كنت مبتدئة جدا ويمكن ما يتساوى مع الكتاب، لكن مع الممارسة مع وجهات نظر الجمهور تطور وأصبح إلى كتاب. أنا بدوري أشكرك أستاذة مريم وأتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. أيضا في هذه الوقفة مع كاتب وكذلك صحفي ومدير دار نشر في هذه الوقفة لحقاء مع انطوان سعد من دار سائر المشرق اللبنانية. أستاذ سعد أهلا بك. أهلا بك زميلي. حياك الله أستاذ سعد. حدثنا عن الركن، الجناح الذي تتواجدون فيه، ونحن تقريبا اليوم في اليوم قبل الأخير من ختام معرض مسقط الدولي للكتاب. الحقيقة كان الجمهور العماني محضر لنا مفاجأة بهذا النهار. شفنا كل الشباب والصبايا والمحبية المطالعة أتوا بكثرة وأخذوا أحلى الكتب، وكثير أنا سعيد بهذه النتيجة. كم عدد المرات اللي شاركت فيها ولا هذه المرة؟ هاي تاني مرة أشارك فيها. شاركت في الدورة السابقة؟ نعم. لو قارنا بين المشاركة السابقة والمشاركة الحالية. نعم، هلأ كان يعني السنة كنا متحضرين بشكل أفضل من حيث العناوين والكتب التي تهم القارئ العماني، وبالتالي كان الأمر عند حسن ظننا وتمكننا من أن نتواصل مع الجميع ونأخذ أرقام هواتف كتاب وقراء لمعرفة بما يفكرون، ما هي المواضيع التي يريدون أن نثيرها، وأيضا أن نريهم ما لدينا من مؤلفات. وقد لاقت رواجا كبيرا، أكبر
وأكثر مما كنا نتوقع. أستاذ أنطوان، لو نظرنا بعين أخرى، أنت صحفي وتلفزيوني أيضا وأيضا صاحب دار نشر هنا، كيف ينظر الإعلام أو يغطي فعاليات كأحداث ثقافية كمعارض الكتب ومنها معرض مسقط الدولي للكتاب، وأنت صحفي وأيضا تلفزيوني؟ زميلي العزيز، لابد من الإشارة بتنويه كبير للتلفزيون العماني وللجمهور العماني أيضا. ربما هذه أكثر مرة نجد أن الإعلام مهتم بالثقافة. عموما يتراجع الاهتمام الإعلامي بالقضايا الثقافية الفكرية، صراحة لا أعرف لماذا ولا أحب هذا، ولكن إنه واقع مأساوي. رأيت أن الأمر المعاكس قائم في عمان، وهذا ما أحببته، ويعطيكم ألف عافية على هذا الأمر. شكرا لك. إذن الحوارات الثقافية والفكرية هي حوارات تدعم من قبل اللجان المنظمة لهذه الدورة، معرض مسقط الدولي للكتاب وكذلك المعارض الأخرى، وهي تحظى بتغطية إعلامية جيدة من قبل الجهات الإعلامية الموجودة هنا. بالنسبة لمعرض مسقط الدولي في هذه الدورة، كيف وجدته؟ وجدت أنه حسن التنظيم، أنه مرتب نظيف، المكان المركز المعارض رائع، كل الأمور الإيجابية موجودة فيه. وأعتقد أن معرض مسقط هو في مقدمة المعارض، يوازي غيره وربما أفضل ببعض النواحي، وهناك أيضا له حسنات كثيرة، وفعلا كانت تجربة جيدة جدا للغاية. تبقى يوم واحد فقط على المعرض، يعني تعرف في النهايات يتنازعك شعوران. الشعور الأول تريد أن تعود إلى أهلك وأولادك، والشعور الثاني أنك تترك أحباء أيضا هنا، هم أصبحوا أصدقاء. أخص بالذكر صديقي الأستاذ محمد العوفي، هو زميلي في الجناح وهو باق هنا أيضا يتابع نشاطه الفكري والثقافي، وسيكون مندوبا لدار سائر المشرق في عمان، وهو فعلا شخص أمين ونزيه، وقد سررت كثيرا بالتعرف إليه. شكرا لك أستاذ أنطوان سعد، أنا أتمنى لك كل التوفيق في عملك الصحفي والإعلامي وكذلك في دار النشر التي تعتبر رافد مضيف للمثقف للإطلاع والقراءة أكثر. شكرا لك. شكرا لك، ونتمنى أنكم تجوا لعنا على لبنان أيضا، نهتم فيكم مثل ما اهتميتوا فينا. شكرا لك. شكرا لك. إذن التبادل والتعاون الثقافي بين البلدان العربية هو جانب مهم في التواصل بين المثقفين العرب، ونشر التبادل الثقافي والمعرفي بين المثقفين في هذه البلدان. أنا أخذكم إلى الاستوديو وباقي برامج الفهرس. شكرا لك يعقوب. وقل أستاذ أنطوان، ليس هو فقط من سيفتقدنا، نحن أيضا سنفتقده وسنفتقد الجميع، من جميع المشاركين بمعرض مسقط الدولي للكتاب، سنفتقد هذه الفعاليات الجميلة، هذه الأجواء الرائعة التي يصنعها لنا كل من يجوب جنبات هذا المعرض. شكرا لكم، ونتمنى بإذن الله أن نكون خلال هذه الحلقات فعلا كنا صورة جميلة باهية شفافة لفعاليات هذا المعرض. طبعا أنا لست لا أختم اليوم، لأنه من الجمال الذي يحيط بي لا أستطيع أن أقدم حتى على الختام امرأة أخرى، نموذج آخر من المرأة العمانية المعطاءة التي لا تدخر جهدا حتى تفتح نوافذ للنور تضيء بها أجواء المكان الذي تؤدي فيه دورها دائما في اللجنة الوطنية للشباب. معنا الأخت مريم بنت ناصر الخربوشي، عضو اللجنة الوطنية للشباب. أهلا مريم. أهلا وسهلا دكتورة، وشكرا جزيلا على هذه المقدمة الجميلة. تسلمي مريم، تسلم. روعة وجمال ما تصنعه المرأة العمانية والنساء في هذا المكان فعلا تبهر الواحد. حدثينا عن فعاليات اللجنة الوطنية للشباب، أهم الفعاليات التي نفذت في الركن الخاص بكم. طبعا بالنسبة للجنة الوطنية للشباب، اللجنة تشارك للعام السادس على التوالي في معرض مسقط للكتاب. تنوعت فعالياتنا هذه في هذه النسخة وفي هذه الدورة من خلال عدة فعاليات وأنشطة قمناها هنا في الركن، من ضمنها اللي هي مسابقة الوطنية للقراءة،
هذه المسابقة طبعا كانت منافسة بين طلاب المدارس في جميع محافظات السلطنة، واستضفنا هنا في الركن 22 فريق من مختلف المحافظات. طبعا هذه المسابقة تصفياتها الأولية كانت قبل المعرض، هنا في المعرض أقمنا التصفيات النهائية، وغدا بإذن الله سيكون ختام هذه المسابقة وتتويج الفرق الفائزة، ويا ترى أي المحافظات التي ستتوج بهذه البطولة وبهذه المسابقة. كذلك من فعالياتنا هذا العام مقهى الشباب. مقهى الشباب هو منصة نستضيف فيها العديد من الشباب المهتمين بقضايا ومجالات مختلفة، نلقي فيها يوميا الضوء على موضوع معين نتحاور فيه، نتناقش فيه، نتبادل فيه وجهات النظر برؤية شبابية ومن رؤية الشباب ومن منظور الشباب. إضافة إلى ذلك فعاليات أخرى مثل الكتابة الإبداعية. الكتابة الإبداعية استضفنا فيها ضيوفنا في الركن وهم كتاب عمانيين، سلطنا فيها الضوء على تجارب هؤلاء الكتاب على كتابتهم الإبداعية وكيف هم وصلوا إلى هذا المستوى في الكتابة. كان عندنا 3 ضيوف من كتاب السلطنة، هدى حمد وخميس قلم وعبد الحميد الدوحاني، طبعا هم كانوا ضيوفنا في الركن. إضافة إلى ذلك عندنا فعاليات أخرى مثل ساعة للمبادرات القرائية الشبابية. طبعا خصصنا وقت لهذه المبادرات، كانت لهم المساحة والمكان، هم فقط يعرضوا فيها مبادرتهم، كيف قامت هذه المبادرة، كيف أنشأوها، كتعريف بهم وبأنشطتهم التي يقوموا بها، وكدعم من اللجنة. كذلك دعمنا هذا العام الكتاب الشباب العمانيين، وهذه الفعالية سنويا تقيمها اللجنة الوطنية للشباب. خصصنا مجالات الدعم هذا العام لخمسة مجالات رئيسية، كانت مجال العلمي، الكتاب العلمي، الكتاب الفكري، القانون، التاريخ، وكذلك الترجمة. طبعا استضفنا 10 كتاب عمانيين شباب، أقمنا لهم حفل توقيع هنا في الركن. أيضا وزعت إصداراتهم على الشباب الحاضرين، والإصدارات الأخرى تم توزيعها للمكتبات الأهلية كدعم لهذا الشاب وكتسويق لهذا الكتاب وللكتاب العماني. كذلك أيضا من فعالياتنا هذا العام، وهي من الفعاليات المميزة ربما والجديدة في معرض الكتاب، كانت طبعا لدينا سينما مصغرة. نعم. هنا في الركن، وهي فعالية السينما والأدب، عرضنا فيها 4 أفلام طوال فترة المعرض. الأفلام طبعا تعرض، الفيلم الواحد يعرض لمدة يومين، نختم هذا الفيلم بجلسة نقاشية. هذه الجلسة النقاشية تتناول الفيلم من رؤيتين. نعم. من الرؤية السينمائية الفنية ومن الرؤية الأدبية الروائية. نعم. يتم طبعا تبادل فيها وجهات النظر. طبعا أقيمت هذه الجلسات بالتعاون مع الجمعية العمانية للسينما، وتم مناقشة هذه الأفلام برؤية مختصة من مختصين في الجمعية العمانية للسينما. تقريبا هذه كانت أغلب أو أبرز الفعاليات اللي موجودة لدينا في الركن. مريم، إحنا قبل اللقاء هذا كان لنا لقاء مع أصغر روائية قطرية، قالت إنه فعلاً إنه الشباب محتاج من يدعمه. عن طريقكم أنتوا وبكل هذه البرامج اللي قدمتوها، قدمتوا الكثير للشباب حتى تمدوا لهم يد الكتابة، يد الإبداع. كيف كان الإقبال من ناحية الشباب على برامجكم هذه مريم؟ بالنسبة للإقبال على البرامج، الحمد لله كان الإقبال جداً جميل. حضور الشباب، وجودهم هنا في الركن، بالنسبة لنا ركن اللجنة الوطنية للشباب وضعناه متسع ليحتضن الشباب، ليكون متسع لهم، ليكون منصة للشباب أثناء حضورهم للمعرض يجدوا لهم مكان، يجدوا لهم فعاليات. هنا بإمكانهم التعبير عن أفكارهم سواء في مقهى الشباب، بإمكانهم الاستفادة من الفعاليات أيضا المقدمة. بالنسبة لوجود الشباب كذلك في الركن، سأتحدث عن نقطة إشراك الشباب. نعم. في ركن اللجنة الوطنية للشباب، طبعا القائمين على العمل في هذا الركن هم ليسوا فقط اللجنة الوطنية للشباب، الشباب هم قاموا على هذا الركن. نعم. فالشباب هم طبعا بطريقتين موجودين معنا، هم مشاركين ومتلقين، وكذلك هم شاركوا معنا في الإعداد للمحتوى. نعم. فأشركنا الشباب منذ الخطوات الأولى، فكانوا معنا في التخطيط
وفي الإعداد واختيار وفي التنفيذ الفعاليات. وفي التنفيذ كذلك نعم واختيار الفعاليات. إضافة إلى ذلك أشركنا شباب آخرين في كمتطوعين لدينا هنا في الركن كمعاونين كمساندين للجنة الوطنية للشباب ليستفيدوا من الفعاليات الموجودة ولكي يستثمروا هذا المكان بإضافة خبرات نوعية لهم في المجال الثقافي أو في مجال التنظيم أو الاستفادة من أغلب الفعاليات الموجودة في المعرض بشكل عام. مريم هذه المشاركة السادسة للجنة الوطنية للشباب، لو تحدثينا عن الدورة السابعة أو المشاركة السابعة السنة القادمة، إيش الإضافة اللي بتقدموها وإيش الشيء المختلف اللي أنتوا تحسوا أنه هو يجب أن يكون موجود في ركن اللجنة الوطنية للشباب؟ نحن في كل عام حريصين على أن ركن اللجنة الوطنية للشباب يتميز بأشياء وإضافات نوعية. سأتحدث عن العام السابق. العام السابق كانت لدينا إضافة نوعية وهي استوديو الصوت أو الكتاب الصوتي. كان لدينا في الركن استوديو يحضر طبعا الشباب لكي يجربوا صوتهم في قراءة الكتب الصوتية. هذه الفعالية كان لها مخرج هذا العام. طبعا الشباب اللي شاركوا معنا في التسجيل الصوتي العام الماضي أكثر من 700 صوت. نعم. تم فرز هذه الأصوات واختيار أفضل 20 صوت، خضعوا لدورة تدريبية في كيفية قراءة الكتب الصوتية، المخارج الصحيحة والقراءة الصحيحة للكتب. طبعا أصدرنا لهم هذا العام إصدار لعشرة شباب الخريجين هذه الدورة، وهو تم تدشينه طبعا هنا لدينا في ركن هذا العام. هذا الإصدار طبعا هو بأصواتهم ومسجل بأسمائهم. كذلك من مخرجات العام الماضي أيضا أقمنا دورة تدريبية في كتابة القصة القصيرة. نعم. كانت لطالبات المدارس. طبعا لم تنتهي الدورة هنا في المعرض، رعينا هؤلاء الشباب. نعم. أكملنا معهم، تم رعاية مواهبهم وطبعا أصدرنا لهم كتاب قصة قصيرة، هم طالبات في المدارس وتم تدشين كتابهم الأول هنا لدينا هذا المعرض. دشنا طبعا هذا العام وهو الغد يأتي في الصباح كإصدار خاص لهؤلاء أو لهؤلاء الطالبات. ففي كل عام لدينا في الركن إضافة جديدة، والعام القادم بإذن الله ستكون هناك إضافات جديدة أخرى بإذن الله، إضافة إلى أن هناك فعاليات نجاحها الكبير اللي حققناه هذا العام ستستمر بإذن الله إلى العام القادم. في سؤال نسأله كل الضيفات، إحنا نعتبر الإنسان كتاب ينقل المعرفة والمعلومة للآخرين. إذا كانت مريم بنت ناصر الخربوشية كتاب، أي فصل من فصول حياتها تود أن تنقله للآخرين ولأبنائها في المستقبل؟ الفصل الذي أود أنقله هو فصل عمل الشبابي فعلا، لأن العمل الشبابي بالنسبة لي أنا طبعا قبل أن أكون عضوة في اللجنة الوطنية للشباب أنا أيضا كنت عضوة في مؤسسة رؤية الشباب. فبالنسبة لي العمل في القطاع الشبابي هو شغف وكذلك هو مسؤولية فعلا. شبابنا يحتاجوا دائما إلى أن نعطيهم فعلا من وقتنا، نخصص الكثير، يستفيدوا من هذه البرامج ومن الخدمات المقدمة في مختلف المؤسسات. فبالنسبة لي موضوع العمل الشبابي هو الفصل المهم جدا في حياتي. بالنسبة للجنة الوطنية للشباب طبعا أنا أرأس ركن اللجنة الوطنية للشباب كرئيسة لفريق العمل. مفهوم القيادة هو اللي أنا أعتبره الشيء الذي تنمى خلال عضويتي في اللجنة الوطنية للشباب. كيف أنت ممكن تكون قائد؟ كيف أن المرأة العمانية فعلا هي قادرة على أنها تكون قائدة في أي مكان وفي أي مجال من المجالات؟ هي تستطيع أن تبدع، تستطيع أن تقود فرق عمل، تستطيع أنها تثبت جدارتها في مختلف الميادين. مريم. نعم. بنت ناصر الخربوشية عضو اللجنة الوطنية للشباب، أسعدتيني بحديثك وأنا أتضامن معك في هذا الشيء. شكرا جزيلا مريم. شكرا جزيلا دكتورة، شكرا على هذه الفرصة وعلى إتاحة هذا الوقت وهذه المساحة من البرنامج للحديث عن اللجنة وعن الفعاليات. شاكرة لكم هذا الاستضافة، تستحق ذلك. شكرا جزيلا مريم. شكرا. مشاهدينا الأعزاء،
حان وقت الختام، حان وقت أن نودعكم اليوم، وغدا بإذن الله سنقول لكم وداعا إلى أن نلتقيكم العام القادم، لكن اليوم نقول لكم إلى اللقاء غدا بإذن الله تعالى. اسمحوا لي أن أشكر يعقوب زميلي يعقوب البلوشي الذي طاف بنا بين جنبات هذا المعرض ليعرفنا على أهم الشخصيات الموجودة، أبرزها على دور النشر، على ما يحدث من فعاليات في هذا المعرض. شكرا جزيلا لكم، اعذرونا على أي تقصير، ونتمنى لكم ليلة سعيدة إن شاء الله، وإلى اللقاء غدا. مع السلامة.